ويكان. بون ما نعرفش نقول يس ويكان ولا نو يو كانوت. بالنسبه لليوم انتم احكموا. اليوم باش نحكي على قصه انتم وحدكم تنجموا تحكموا عليها. قصه مثيره وغريبه. قصه المهرج والمضحك زياد المكي. تولد زياد المكي في 22 ماي 1992 في تونس، وبالتحديد في منطقة المنزل الخامس، في أسرة تونسية تنتمي بامتياز للطبقة البرجوازية. عاش زياد طفولة غير عاش زياد طفولة غير عادية، كان فيها الابن المدلل لعائلة المكي، تمتع بكل مظاهر البذخ والترف، وكان يقضي كل العطل المدرسية في الخارج بين سويسرا، إيطاليا ولندرا. وصل حتى قضى عام في مونريال، كان هو كادو والدته بمناسبة نجاحه في امتحان النوفيام بمعدل 10.40، وهو يعتبر أقوى معدل تحصل عليه زياد في مشواره الدراسي. 2011 تمكن زياد المكي بفضل علاقات عائلته المشبوهة اللي شملت كل القطاعات وتغلغلت في كل الميادين من الحصول على شهادة البكالوري بعد لنجح في شراء كل امتحانات في حادثة التسريب اللي أحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام. وبالرغم من هذا ومن شراءه لكل امتحانات، فإنه نجح بالإسعاف بمعدل 9.42. قرر زياد بعد حصوله على البكالوريا التخصص في دراسة الأوبتيك في جامعة درس كان مادة واحدة طيلة الجمعة، مادة اسمها الأوبتيك جيومتريك. وبالتوازي مع دراسته الجامعية كان زياد يدرس المسرح في التياترو الستوديو عند المسرحي توفيق جبالي. شارك في عدة مسرحيات كيما مانيفستون السرور، سيدا، أنيتي كونتي، وبعض الأعمال التلفزية كيما صيد الريم ويلي عيونك في السماء. أعمال كان دور زياد فيهم ما يفوتش متعدي قدام الكاميرا. وبالرغم من الفشل الذريع اللي عارفه، إلا أنه تعرف على المخلوع جعفر القاسمي في واحدة من الحفلات الخاصة عن طريق السعدي اللي كان ديما يرافق جعفر. وقتها عرض عليها المخلوع الانضمام الفريق فز وكان المنعرج. أخبار المرشي كانت هي اسم الكرونيك الأولى اللي قام زياد بتنشيطها، وبعد لكادة تتسبب في وقف البرنامج وتسكير إي أف إم، نجح زياد في إقناع جعفر والحاشية متاعه المترأسها السعدي باش يمنحوه فرصة ثانية، وكانت كرونيك التون بوان سيس. كرونيك يدعي زياد أنها سياسية اقتصادية واجتماعية وتشمل كل الميادين، وقت اللي هي كرونيك في الحقيقة ما يفهمها كان المجانين. ساهم زياد بدور فعال في تمييع البرنامج، واعتدى بكل الطرق والأساليب على القواعد والمبادئ الأساسية للغة العربية، والكلنا نتذكره بالنسبة لي وخمسة غا على خمسة غرامات وغيرهم المهازل. لكن زياد سامحوني لحظة لكن زياد قال كلمته في وقت المخلوع، وكان ينتقد جعفر على مرأة ومسمع من الناس الكل، وكان الوحيد اللي اعترف بمساطة نكت جعفر وعدم قدرته على تنشيط حصة إذاعية ضامرة كيما فز. كان يقول كلمته حتى سيرونتين، والتاريخ والتسجيلات تأكد هذا. برشا ممكن يلوموني على اللي نقول فيه، لكني تعودت نكون منحاز للحق مهما كان شكون يقوله وشكون يدافع عليه. هكا تعلمت من المنظمين اللي قريت عليهم، وهكا تعلمت من تشي جيفارا. وفات حكاية اليوم وانتوما احكموا عليها، تشوفوها حلمة تشوفوها كابوس، انتوما احرار. المهم انا كنت صادق وحكيت الحقيقة، والاخر مرة نوصيكم ونقولكم فزوا مستقبلها بين يديكم. خموا لشكون تصوتوا، خموا شكون تختاروا. انا عجزت باش ناخذ موقف مع زياد ولا ضد، من جهة مستوى ثقافي ولغوي تحت صفر، ومن جهة زياد قال كلمته وقت اللي الناس الكل كانت ساكتة. انتو محرار تقولوا على زياد توب وإلا فلوب، وما تنساوش اللي مع زياد عرفتوا حيوان الاسكالوب. يس وي كان.